من معلوماتنا الطبيه راح نضل باجواء التغذيه والصحه مع ربا بشربش. صباح الخير ربا. اهلا ربا. راح تحدثنا عن موضوع برضه جديد وهو البكتيريا المفيده للقولون وعلاقتها بالقدرات العقليه. موضوع بالزبط. جديد بالضبط رح نحكي عنه بالتفصيل اكيد. ثانك يو. اهلا وسهلا فيكي ربا. اليوم رح نتعرف على الميكروبيوتا. بالضبط رح تعرفينا على هالميكروبيوتا. شو هي الميكروبيوتا؟ هلا دائما في ناس بفكروا دانا انه بس بالجهاز الهضمي احنا في عندنا بكتيريا، ولكن احنا بنسميهم مايكروبيوتا. مايكروبيوتا هو كل الكائنات الحيه اللي بتعيش في الجهاز الهضمي. أوكي. يعني في عندنا كائنات حيه غير البكتيريا، في مثلا بعض انواع من الفطريات اشياء اسمها بروتوزوا، يعني كائنات حية كتير عم بتعيش بالجهاز الهضمي، وهاي بتعيش بعلاقة بنقدر نحكي تبادلية مع جسمنا. أوكي. يعني هي بتفيدنا وإحنا منفيدها. أوكي. وهاي الكائنات الحية إحنا عنا موجودة طبعاً مش بس بالقولون والأمعاء، في عنا بالمعدة، في عنا بالجهاز الهضمي، ففي عنا عدة أنواع من البكتيريا. بدايته يعني. بالضبط. بس أكتر إشي منركز إحنا على البكتيريا، والأبحاث كانت على البكتيريا، عدد كبير من البكتيريا بيعيش في الأمعاء عنا خاصة. أوكي. وبالأمعاء الدقيقة والغليظة والقولون، فهاي كمان إلها أهمية غذائية. طيب. كان قبل إنه إحنا نعرف إنها هي مفيدة للجهاز الهضمي، ولكن في أبحاث جديدة بهذا الموضوع. طيب عارفينا إنه شو بالضبط، شو اللي بخليها تنمو، نكتر من البكتيريا المنيحة أو اللي عن جد بتقولي إنها مفيدة، بتشير إنها مفيدة لصحتنا العقلية كمان. بالضبط. هلا الإشي الجديد اللي عم بطلع إنه عم بيربطوا هالبكتيريا خاصة البروبيوتيك، البكتيريا المفيدة، بفوائد كتير مهمة للجسم. هلا هي بتعطي للجسم وإحنا بنعطيها، الجسم بيعطيها البيئة المناسبة لنموها. نعم. وبيعطيها الغذاء، وهي بالمقابل بتعطينا بعض انواع من الفيتامينز. يعني زي بيصير في عندنا تصنيع للفيتامين بي 12 وفيتامين كي، وهي بتتغذى، بتعمل تخمر لبعض النشويات خاصه الالياف. أوكي. وبتفرز وناتج عن عمليه هذا التخمر اللي هي زي كانها مصدر للطاقه اللي بتستخدمها انها تعيش، بتفرز احماض دهنيه قصيره لها فوائد بالجسم لحمايه. أوكي. الجهاز الهضمي، بتقويه الجهاز المناعي، وفي عندنا ابحاث جديده عم بتشير انه حتى هالبكتيريا اذا احنا نميناها، بعض انواع من البكتيريا المفيده. نعم. ممكن تاثر على تطور الدماغ، ويكون في عندنا قدره على التركيز اكثر، اخذ القرارات، القدره العقليه، تقدم اكبر بميكانيكيه معينه. نعم. يعني صفى هالامعاء عم ترتبط بالجزء العقلي بشكل كتير كبير. برافو. فكل ما نميناها كل ما كان زاد تركيزنا. وهي ممكن ناخذها بمثال بسيط، اذا الواحد عنده اعراض قولون عصبي او الام في البطن والامعاء بتحسي ببطل مش مركز. نعم. ولكن اذا كان مرتاح كمان له فوائد. نعم. كثير مهمه. يعني ربما هاي الدراسه بتثبت دائما لما نحكي بالفعل العقل السليم بالجسم السليم. صح. بكل بساطه هي بتثبتها. خلينا نشوف ايش في امثله على الاغذيه اللي بيكون فيها الميكروبيوتا اكثر. بالضبط. هلا في عندنا احنا النظام الغذائي فيه بشكل عام بيساعد على نمو البكتيريا المفيده، وخاصه الغذاء العالي جدا بالالياف. هلا في احنا اللي بنسميهم بريبايوتيك، اغذيه بنتناولها بتساعد على نمو البكتيريا. أوكي. من اهمها في عندنا البصل العادي والبصل الاخضر. هدول من اهم الاغذيه اللي بتساعد. مطبوخ ولا ني؟ التنين لهم فائده. أوكي. بس الني كمان له فوائد اكثر. تومه وبصل. التومه والبصل، البصل بانواعه، هدول كل ما كان اكلنا فيه هاي الاشياء كل ما ساعد. هلا في ناس بيجي بيقول لك انا بتضايق منها، عندي اعراض قولون عصبي، اوكي ممكن ناخذ اغذيه ثانيه. تمام. هلا في عنا الخضار والفواكه بشكل عام، والغذاء العالي جدا بالالياف، زي ما حكيت انه الالياف هي الغذاء المهم لنمو هاي البكتيريا اللي بتساعد. أوكي. على نموها. وعندنا احنا مش بس بكتيريا مفيده، في بكتيريا ضاره وبكتيريا مفيده، فاذا زدنا او اعطينا الغذاء لنمو البكتيريا المفيده هذا رح يعطي نتيجه ايجابيه ويمنع نمو. حلو. البكتيريا الضاره ويقلل من نموها. تمام. فالموز، التفاح، الموز، التفاح، الخضار بانواعها خاصه الموز، هاي من الاشياء اللي بنسميها بريبايوتيك، بتساعد على نمو البكتيريا المفيده. في من الخضار كمان البريبايوتيك غير البروبايوتيك. ربا غير بروبايوتيك، بكتيريا مفيده نفسها، بريبايوتيك اللي هي الغذاء المناسب اللي بيساعد على نمو البكتيريا. أوكي. أوكي. فإحنا مثلاً في بعض الألبان اللي بتيجي بالخمائر هاي فيها بروبايوتيك، فيها أنت بتاخذي هالبكتيريا المفيدة. أوكي. ولكن لما نتناول هاي الأغذية بتعطي وسط لنمو هالبكتيريا المفيدة. طبعا. يعني إحنا زي كأنه عم نغذيها ومنربيها ونقولها خليك تدير بالك علينا. ممتاز. تمام. طيب. وشو الأطعمة اللي كمل في الأرض شوكي؟ الأرض شوكي بيحتوي برجع. أوكي. بيساعد على نمو البكتيريا البريبايوتيك، بيساعد على نمو
البكتيريا المفيدة. إذا كل هاي الأغذية إذا أخذناها بتحسن قدرتنا العقلية بالضبط مع ألياف زيادة. يعني الأبحاث الجديدة عم بتقول لك حتى في أثر إيجابي لمرضى السكري وأمراض القلب والقدرة العقلية، بتأثر على إنزيمات الكبد إيجابيا. يعني صفى في كتير أبحاث جديدة عم تنطلق بهذا الموضوع، إنه إحنا بدنا نهتم بعقلنا بجسمنا، بدنا نهتم بالأمعاء والبكتيريا العايشة عندنا. حلو. وهلأ هدول اللي مش بيقتلوا الشكل، هدول هلأ هذا مثال على النظام. هلأ الأشخاص اللي بيلغوا الألياف تماما، كميات كبيرة من الدهون، كميات كبيرة من الأطعمة المقلية، الجنك فود، الأكل الدسم، هذا كله بيساعد على نمو البكتيريا الضارة وبقتل هالبكتيريا المفيدة، فبيأثر سلبا على على القدرة العقلية. غير طبعا أنه إحنا كمية، يعني هاي بيقدر يأثر بعدة ميكانيكيات من ناحية البكتيريا، بيأثر سلبا من هذا النمو النوع وبيأثر على نموها. طيب. هلا في إشي كمان بنعمل، بعرفش إذا معنا وقت. في وقت. هلا في عنا كمان كتير سيدات او اشخاص اول ما يبرد بروح بياخد انتي بايوتيك بكميات كتير كبيره. أوكي. يعني في ناس مثلا بياخدوها دون اشراف طبي، خلص مريض سخن دغري مضاد حيوي، مضاد حيوي طبعاً. هذا كله بيساعد على قتل البكتيريا المفيده وبمنع نموها. يعني الاشخاص اللي كتير بياخدوا ادويه بدون اشراف طبي احنا عم نحكي. نيجي هلا للاطفال، اذا هدول هي نظام غذائي، الشيبس والشوكولاته نظام غذائي في النهايه بياثر سلباً على هاي البكتيريا، ما بيأثر سلباً على القدرة العقلية والتركيز. بالضبط. على كيف الواحد بده يتأكد إنه أطفاله منذ الصغر يضل عندهم هالبكتيريا اللي بالآخر رح تنعكس إيجاباً على قدرتهم العقلية؟ هلا عم بقول لك حتى إنه هلا إمتى بتبدأ تنمو؟ هلا بنولد الطفل ما في بهالبكتيريا، بس يبدأ بالولادة. حتى بيقول لك إذا ولادة قيصرية أو ولادة طبيعية بيأثر على نوع البكتيريا. يعني السيدات اللي بنولد بيأثر على المناعة. بيأثر على ما هو هذا كمان بيقوي الجهاز المناعي. الأطفال اللي بنولدوا ولادة طبيعية بقول لك حتى إنه خروج الطفل من الرحم الأم بطريقة طبيعية بيساعد على نمو البكتيريا، غير عن البكتيريا اللي بتنولد ولادة قيصرية. أكيد طبعاً هلا هذا مش اختيار للأم إلا طبعاً. بس بقول لك شو الأبحاث عم تحكي. هلا كمان إذا رضاعة طبيعية أو حليب الأم، يعني إحنا أكيد عم بيحاولوا يطوروا حليب الطفل ليصير قريب من حليب الأم، ولكن رضاعة طبيعية بتزيد بالنمو. طب دائماً بنشوف مرات ألبان عليها إنه خمائل، هل تعتبر بتنصحي فيها؟ أكيد بتساعد إيجابياً. والمكملات الغذائية؟ في بعض الأشياء خاصة بالأطفال تنعطى بإشراف طبيب، ممكن بعض الأطفال بيعانوا من مشاكل بالولادة الكوليك والمغص الأطفال، ممكن بإشراف طبيب طبعاً يعطي بكتيريا مفيدة، بس إحنا بغذائنا الصحي بنقدر النمو نساعد على نموها أكيد. شكراً ربا. أهلاً دانا. عافية.